اللي انا فهمته مش هيبقى فيه فكره علمي وادبي، التشعيب ده مش هيبقى موجود. لا هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان هو الطالب يقدر يعني يدرس اكتر من مسار. بالظبط، ان انا ادرس العلمي والادبي مع بعض. ممكن ادرس أو حاجه لا. ممكن ادرس حاجه تخص المسار، مسار القطاع الطبي ومسار القطاع الهندسي. لانه خلينا نشرح للناس ليه، انه النهارده كتير من العمليات الجراحيه بيتم اجراءها عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق الاله. النهارده ده بيحصل، فبقى طالب العلمي علوم او طالب الطب محتاج انه يفهم شويه في الاله او يفهم شويه في الذكاء الاصطناعي، لو انا فاهمه صح. لا كلام جميل جدا، صح جدا، صح جدا. فطبعا هي ايه برضو المبررات بتاعه ان احنا نعمل نظام المسارات، فضلا عن موضوع الضغوط النفسيه اللي بيعاني منها طلاب الثانويه العامه اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه الفقره. فده يتيح للطالب ان هو يدخل هندسه وطب مثلا. بالظبط يا فندم. لكن احنا عندنا تخصصات بينيه استحدثت في الجامعات المصريه، والطالب علم علوم او علم رياضه بيواجه مشكله لما بيدخل التخصصات البينيه دي، لانه يعني درس نص الحاجه ونصها لا، او معد بنصف المعلومات او نصف المهارات. لكن التخصصات البينيه احيانا بتبقى محتاجه انه يكون عارف في الرياضيات زي ما حضرتك تفضلتي واشرتي، لو حاجه في الطب والذكاء الاصطناعي بتربط ما بين الاثنين هيبقى محتاج حاجه يبقى عنده خلفيه رياضيه بالاضافه الى الخلفيه العلميه. ونفس الوقت المهندس اللي بيصنع الاله محتاج يبقى فاهم في العمليه اللي هو هيصنع لها الاله، فمحتاج يبقى دارس كمان الاجهزه الطبيه الى اخره. يعني تخصصات كتيره جدا هتبقى محتاجه معارف في العلوم ومعارف في الرياضيات مثلا على سبيل المثال يعني. وبالتالي ده برضو من اهم المبررات اللي خلت وزاره التربيه والتعليم تتجه لنظام المسارات، يبقى تخفيف الضغوط، مواكبه التخصصات اللي تم استحداثها، التخصصات اللي احنا بنقول عليها تخصصات بينيه. نظام المسارات ده بقى بيراعي يعني حاجه اسمها الفروق الفرديه بين الطلاب. ففي طالب ما يقدرش يلتزم غير بمسار واحد طبعا، فده قدرته كده فخلاص. في طالب يقدر يجمع بين مسارين، فبرضه هنا دي جزئيه يعني تتعلق برعايه الموهوبين والمتفوقين. يبقى احنا بندعم الموهوبين والمتفوقين دعم حقيقي، بديله فرصه حقيقيه ان هو ممكن ياخد اكتر من مسار ويقدر يدخل اكتر من مجال بعد كده على حسب المجال اللي هو حبه، ويبقى قدامه خيارين يعني. طبعا برضو نظام المسارات بيخلي أهداف الطالب أكثر تحديدا. يعني أنا داخل علمي قدامي بحر، داخل علم رياضة قدامي بحر، لا احنا هنخلي الموضوع محدد بشكل أكتر. أهمية التحديد ده وإن أنا داخل قطاع معين عارف أنا بنافس على كليات إيه، هيخفف شوية من حدة المنافسة، وكمان هيخلي الحاجة اللي أنا بدرسها لها معنى. أنا اللي اخترتها واخترتها علشان أهداف مرتبطة بقدراتي، فبيبقى اللي أنا بتعلمه معنى، ومعنى كده إن برضو الدوافع عندي هتبقى أعلى. أنا اخترت حاجة بإرادتي. وكمان نسينا نقول إن موضوع المسارات ده المسار فيه أربع مواد، مادتين أساسيتين ومادتين مرتبطتين بالتخصص الجامعي اللي الطالب هيدرسه، فكمان كمية المواد ده هتبقى أقل. تمام. ومرتبطة خالص يعني مرتبطة جدا بأهداف الطالب، فالطالب يبقى بيدرس وهو مستمتع بعمليه التعلم. انت ما بتحددش مستقبلك بعد كده من اول الكليه، بتحدده من قبل الثانويه خلاص. انا حطيت رجلي على اول الطريق. بالظبط. طيب الادبي هيروح فين؟ ما هو في مسار الدراسات الانسانيه، العلوم الانسانيه. اللي هي عباره عن ايه بقى العلوم الانسانيه؟ كل بقى الدراسات الادبيه يعني. علم الادب النفس والاجتماع مثلا. علم النفس والاجتماع والادب واللغات والحاجات دي كلها يعني. في الدراسه والاجتماع، الحاجات دي كلها تبقى في مسار الدراسات الانسانيه. لكن خليني اقول ان الذكاء الاصطناعي داخل في كل حاجه، حتى في الدراسات الادبيه. النهارده بنشوف حاجه زي تشات جي بي تي مثلا بيكتب كتب يعني. فاحنا النهارده بعض الناس بتقدر ان هي تدخل على مثل هذه الابلكيشنز او يعني التطبيقات وتكتب اسئله معينه بيطلع لها بحلول. فالذكاء الاصطناعي النهارده داخل في كل حاجه. هل هيتم فتح مسار الذكاء الاصطناعي او دراسه بعض مواد الذكاء الاصطناعي لطلبه ادبي؟ لا، هي اللي حضرتك بتتكلمي فيه نقطه مهمه جدا، واتمنى ان هي تناقش بشكل جيد يعني في الحوار المجتمعي. طبعا مسار الذكاء الاصطناعي ده بيدرس الذكاء الاصطناعي، ازاي اعمل عمليه برمجه للتطبيقات الى اخره، يعني بيدرس لي ازاي ابقى شخص متخصص في الذكاء الاصطناعي في مجال من المجالات بتاعته يعني. لكن بلا شك
الإلمام بالذكاء الاصطناعي والإلمام بالتكنولوجيا عموما متطلب أساسي لكل التخصصات في كل المسارات. وده اللي أنا بقول عليه، اللي أنا بسميه بقى هناك فرق بين تدريس الذكاء الاصطناعي والتدريس بالذكاء الاصطناعي أو استخدام على استخدام, استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس وفي التعليم. ودي نقطة مهمة يجب أن هي تناقش في الحوار المجتمعي، لكن لحد الآن مسار الذكاء الاصطناعي ده متخصص في دراسة الذكاء الاصطناعي ذاته، وإزاي أن أنا أنتج تطبيقات أطور مواقع ويب إلى آخره يعني، لكن مش أن أنا أدخل الذكاء الاصطناعي في عملية تعليم الأدب واللغة إلى آخره. طيب احنا عشان نوصل لصيغة مناسبة في النظام الجديد للثانوية العامة محتاجين زي ما حضرتك قلت كده ان يكون في حوار مجتمعي. مين اللي هيشارك في هذا الحوار المجتمعي؟ الحوار المجتمعي وزارة التربية والتعليم اعلنت ان طبعا اولياء الامور هيبقوا عنصر اساسي من المشاركين في الحوار المجتمعي، والطلاب والخبراء، وهيبقى في خبراء دوليين. وكمان وزارة التربية والتعليم اعلنت انه هيبقى في استلهام للنماذج الدولية زي مدارس النيل. يعني هنشوف دي حاجة مهمة جدا. يعني لان هي الفكرة برضو او هدف وزارة التربية والتعليم او من ضمن اهدافها ان هي تخرج بالثانوية العامة من نطاق المحلية، وان هي ثانوية عامة مصرية للمنافسة الدولية، ويبقى عندنا ثانوية عامة بمواصفات دولية نقدر بعد كده، انا اتمنى ان بعد كده يبقى لنا فروع للثانوية العامة المصرية ده او مدارس للثانوية العامة في الدول المختلفة زي ما الدول التانية لها مدارس عندنا. يعني نتمنى ذلك، هي خطوة على طريق التطوير والاستلهام. فكرة استلهام النماذج الدولية في الثانوية العامة المصرية فكرة جيدة جدا، وهتؤدي لتطوير حقيقي في الثانوية العامة، وهينعكس أثره على الطالب وعلى الطلب العالمي على الطالب المصري وعلى التصنيف التعليم المصري في التصنيفات العالمية.